سمعت أن الإنسان إذا سمع صياح ديك يقول دعاء، وإذا سمع نهيق حمار يقول دعاء آخر، فما هذان الدعاءان؟ وهل يوجد دعاء يقوله المسلم إذا سمع نباح الكلب؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وعند أبي داود: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. وليست هناك صيغة مخصوصة، والله أعلم.